مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص المندرج ضمن تغطيتنا المتواصلة لمستجدات انتشار فيروس كورونا في هذه اللحظات وفي أجواء من الحماس والوطنية والالتزام. يبادر المواطنون في هذه اللحظات في عدد من الأحياء عبر المدن المغربية إلى ترديد النشيد الوطني للرفع من معنوياتهم في هذه الظروف. ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هتفتا لب نداء في دمي وفي دمها وتترى نورنا إخوتي هيا للعلا سعيدا تنشد الدنيا إذن لحظات مشعرة لهذا الموقف للرفع من المعنويات في هذه الظروف لتكريس التماسك والوحدة والتضامن بين مختلف فئات المجتمع المغربي وأيضا التزامه بالإجراءات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ترديد النشيد الوطني في عدد من الأحياء عبر المدن المغربية، ترديده بشكل جماعي من شرفات المنازل، والذي تابعنا بعض أصدائه انطلاقا من مدن الدار البيضاء وطنجة وكذلك في مدن أخرى. بادر المواطنون بشكل تلقائي إلى الرفع من معنوياتهم من أجل رص الصفوف، من أجل إعلاء قيم الالتزام بالإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار هذا الفيروس. يردد المواطنون النشيد الوطني استشعارا لقيمه الغالية. ملاحم كبيرة عبر الأحياء في المدن، ردد فيها المواطنون النشيد الوطني لإعلاء معنوياتهم. أيها السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة لأبرز مستجدات الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا على قناتكم ميديا إن تي في. نواصل وقفتنا اليومية عند حصيلة الرصد الوبائي والإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية. أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة اليوم منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن. بلاغ للوزارة ذكر أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات. وبناء على ذلك، لن يكون بإمكان المواطنين مغادرة المدن الموجودين فيها بعد منتصف ليلة السبت إلا بالاستثناءات التي ذكرت.
أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب بلغ إلى حدود الساعة 7:30 من مساء اليوم 96 حالة، وأشارت إلى أن هذه الحالات موزعة على جهات المملكة على الشكل التالي: جهة فاس مكناس 21 حالة، جهة الدار البيضاء سطات 22 حالة، جهة الرباط القنيطرة 22 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات، جهة مراكش آسفي 10 حالات، الجهة الشرقية 4 حالات، جهة قلميم واد نون حالة واحدة، جهة سوس ماسة 6 حالات، بني ملال خنيفرة حالتان، جهة درعة فيلالت حالة واحدة، مبرزة أن منها 3 حالات وفاة. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة شفاء المواطنة الفرنسية من أصول سنغالية وخلوها من فيروس كوفيد 19 عبر التحاليل المخبرية، مشيرة إلى أنها ستغادر المستشفى اليوم ليصبح عدد الحالات التي شفيت 3. كما أثبتت التحاليل التي سبق وأجريت لمواطن مصاب بمرض عضال وفته المنية إصابته بفيروس كورونا المستجد. أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أعلنتا عن تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية التي ستستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، والمزيد في هذا التقرير لكوثر دحدوح. لائحة واضحة تحدد الأنشطة الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة قام بجردها من الصيدليات وشبه الصيدليات للأبناك ونقط بيع المواد الغذائية، بالإضافة لأسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم. تتضمن اللائحة كذلك محلات بيع مواد التنظيف إلى جانب مواقع بيع الحبوب والأسمدة ومستلزمات الفلاح. تبقي كذلك أبوابها مفتوحة الوكالات المصرفية ووكالة التأمين والاتصال والبريد إلى جانب مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء. أما قطاع النقل فتبقى خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين والبضائع مفتوحة مع احترام كافة شروط السلامة الصحية، وقد أهابت الوزارتان بجميع المهنيين للانخراط والتعبئة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين الأسواق. أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه بمبادرة منه وبموافقة الدولة والنقابات تقرر تقديم هبة بقيمة 500 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس. وأبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة موجة التضامن وجهود جميع القوى الفاعلة في المملكة لمواجهة هذه الجائحة. أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم الهاتفي 1919 لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذه الخدمة ستكون سارية المفعول ابتداء من اليوم 21 من مارس، وأكدت الوزارة أن كل رسالة قصيرة نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. دخل المغرب منذ الساعة 6 من مساء أمس دخل مرحلة حالة الطوارئ الصحية التي تقتضي الحد من تحركات السكان، وأمام تهور قلة من الناس وعدم التزامهم بتعليمات إجراءات حالة الطوارئ الصحية يبذل رجال السلطة عبر التراب الوطني مجهودات جبارة من أجل توعية المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ وحثهم على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. نتابع في هذا المقتطف الذي نعرضه عليكم نموذجا مؤثرا حظي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. والناس نايضة والناس يموتوا، العالم كله كيموت، انتم كتلعبوا لا بيتون الميكروبات وتدخلهم لولادك. راه خصك تحيد الصباط في باب الدار على وليداتك، الا ما خفتيش على المجتمع ديالنا المغربي خاف على وليداتك. واحد الصباط في باب الدار وهذيك الكيط ما حيدها في باب الدار، وعيط للمرأة تجيب لك ما تلبس في باب الدار، لأن الميكروب
ما كينتقل شي غير التفال، راه غتهزو في الصباط، غتصدم على التفال واحد اخر، راه زعما هادشي اللي تديرو خارق للعادة، الحقيقة خارق للعادة. ما خفتو على ولادكم، ما خفتو على صحتكم، ما خفتو على حتى واحد. واش الوقيتة عباد الله تلابيتونك؟ راه الوقيتة نجمع وليداتي ونقرا معاهم، راهم ما كيمشيوش للمدرسة، نهز كتيب ونخرج معاه التمارين وندي لاجر في وليداتي وفي المجتمع. راه ما بقاتش انا وطني عيب الفم، باش وطني غيب الفم، راه ما بقاتش غيب الفم، راه عيب وعار عليكم هادشي. للمزيد عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب وإطارها القانوني وأيضا تابعاتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء. أستاذ عبد الكبير طبيح، أهلا بك. مساء الخير. تابعنا العديد من المقاطع التي يحاول فيها رجال السلطة أن يشرحوا للمواطنين، أن يوجهوهم للانضباط لحالة الطوارئ الصحية، عدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية، الضرورة القصوى. بالنسبة للمواطن البسيط، ما الذي ينبغي أن يفهمه من إعلان حالة الطوارئ الصحية؟ أنا أظن أن ما يقع في العالم اليوم يستحضر الجميع خطورته، وكنظن أنه على مستوى المغرب بادر بخطوات شجاعة وخطوات متقدمة، وجعلت على أننا اليوم حنا نكون في المراتب الأولى في الدول التي تحتاط واتخذت إجراءات احتياطية جد مهمة بالمقارنة مع دول أخرى اللي ظهرت في هذا الوباء. نحن في الدول المتقدمة ما يتعلق بالإجراءات الاحتياطية التي اتخذت لحد اليوم. طيب، أنا أظن أن الدولة تقوم بمهامها اليوم، فالمسؤولية تقع علينا نحن اليوم كأفراد في هذا المجتمع. والفيديو اللي تركتوا الآن ثم اليوم اللي كطلع عليه الجميع اليوم كيترجم المسؤولية ديال الأمن الجميع والأصناف ديالها، الحرص على الصحة ديالنا حنا ديال كل واحد فينا. فكنظن لأنه كل مغربي اليوم كنظن خصو يستحضر واحد الواقعة اللي كيمكن واخا هي عنيفة وسمحوا لي نقولها، يتصور كل واحد فينا أنه هو اليوم في هذاك الوباء، باش يمكن يعرف الخطورة ديال الإخلال بالإجراءات. طيب، اليوم بالنسبة للمخالفين أستاذ عبد الكبير طبيح، الذين يخالفون الإجراءات التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، الذي يغادر منزله من دون سبب، الذي لا يحترم الاحتياطات المنصوص عليها، ما هو يعرض نفسه إلى أي عقوبات؟ هل هناك عقوبات؟ الوضعية اليوم بالنسبة لهذا الوباء يجب أن نستحضر على أن هذا الوباء هو جديد على العالم بكامله، فإذا لن تجد في أي قانون في المغرب وخارج المغرب قانون يعاقب على عدم احترام هذا الوباء. لكن البلد وبلادنا مؤطرة قانونيا منذ 1958. عندنا القوانين التي تنظم التجمهر، وعندنا القوانين التي تمثل العصيان. لهذا الإدارة عندما تعلن وتتخذ إجراءات معينة، خصوصا عندما يتعلق أمر بالأمن الصحي لجميع المغاربة، احترامها يكون واجب، وعدم احترامها يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في الفصل 300 وفي القوانين ديال الحرية العامة في فصل 21 وفصل 13 من قوانين الحرية العامة. لا يعتقد أحد بأن تدخل السلطة اليوم وخارج القانون وفي قلب القانون وهو محمي من الناحية القانونية والامتثال لرجال الأمن وما أصدرته الإدارات بجميع أصنافها من صحة وداخلية من يجب احترامه حرفيا، وإلا من يخالفه سيكون تحت طائلة القانون الذي يعاقب على ذلك. أستاذ عبد الكبير طبيح، حينما تقول يكون تحت طائلة القانون، هل هناك عقوبات حبسية؟ هل هناك غرامات؟ هل القانون جنائي أم ماذا؟ معلوم. أولا السلطة عندما تتدخل وهي محمية بالقانون، القانون الذي يعطي الصلاحية للشرطة، للأمن، لجميع القوات التي مشغولة بالأمن كيفما كان نوعها وصنفها، عندما تتدخل فهي محمية
بمقتضيات أولا القوانين المنظمة للتجمهر، أي التجمهر غير مسلح هو الذي يقصد به المواطن العادي الذي يكون متواجدا في الشارع. عندما يصدر له الأمر بمغادرة الشارع يجب عليه أن يمتثل، وإلا يقع تحت طائلات الفصول 21 و20 من القانون اللي كينظم التجمهر غير مسلح الذي يعني به تجمع المدنيين في الشارع. وعندنا من جانب آخر فصل 8 من القانون الجنائي الذي يعاقب على كل شخص لا يمتثل لأوامر السلطة العمومية أو يعترض عليها أو يمارس عليها أي وسائل العنف أو الإيذاء. بأي عقوبات؟ العقوبات يا أخي هي عقوبات بالسجن وعقوبات بالغرامة كذلك، لأنه الأمر ليس بسيطا، الأمر معقد ويتعلق بالصحة العمومية للمواطن. ولهذا أظن على أن الناس لنقارن نفسنا مثلا مع فرنسا، فرنسا اليوم عندما يضبط شخص خارج في الشارع عنده 130 أورو 1300 ما يزيد على 1300 درهم كغرامة. طيب. نحن اليوم في المغرب لازالت لاحظنا رجل الأمن كيف يتكلم مع المواطنين من أجل أن يحثهم على التحاق بمنازلهم. أظن على أنه اليوم مسؤولية على كل مغربي مغربي أن يتحمل مسؤوليته تجاه بلده وتجاه وطنه وتجاه أبنائه وتجاه عائلته وتجاه كل شيء. يجب أن نبقى في منازلنا، وأنا واحد منهم. منذ الإعلان قررت أن أبقى في منزلي وسرحت وطلبت من المستخدمين في مكتبي أن يلتحقوا بمنازلهم وبالمحامين أن يلتحقوا بمنازلهم، وضمنت لهم كل مصروفاتهم وأجورهم. يجب على كل واحد منا أن يتحمل في هذا الظرف مسؤوليته الشخصية تجاه وطنه وتجاه أبنائه وتجاه المغاربة جميعا. طيب أستاذ عبد الكبير طبيح، الكثيرون يتحدثون عن حالة الطوارئ الصحية وأحيانا يقع خلطها مع حالات أخرى كالاستثناء كحالة الحصار إلى غير ذلك، ما خصوصية هذه الحالة التي نعيشها الآن وكيف تتميز عن الحالات الأخرى؟ حقيقة في كما يقال في كثرة الآراء رحمة، ولكن أحيانا عندما نكون يتعلق أمر بالصحة العمومية أعتقد يتعين كثير من الاحتياط بالنسبة للمتدخلين في هذه المواضيع. نحن لسنا لا في حالة استثناء ولا في حالة الحصار، نحن في حالة حز صحي عندما يتعلق الأمر بوباء، وهذا الواقع منصوص عليه في القوانين القديمة منذ 67، هناك مرسوم الذي حماه، ولكن وضعية كورونا اليوم هي مستجدة، ولكن يتدخل بطبيعة الحال في هذا الوباء. الحز الصحي هو وارد في قانوننا وفي قوانين دول أخرى، ونحن لسنا لا في حالة حصار ولا في حالة، هذه أشياء أخرى عند علاقة بأحداث أخرى. نحن في جانب صحي الذي يحتم علينا أن نستمع وأن نطبق المسؤولين عن الصحة العمومية، والمسؤولين عن الصحة العمومية هم وزارة الصحة ووزارة الداخلية المرتبطة أعمالها بضمان الأمن والاستقرار في البلد. طيب أستاذ عبد الكبير طبيح، إذا كان خروج المواطن من منزله ضروريا إلى جانب الورقة التي ينبغي أن يكون مزودا بها، ما هي الاحتياطات القانونية التي ينبغي عليه أن يأخذها بعين الاعتبار قبل الخروج من المنزل؟ أولا نحن في وزارة الداخلية اشتغلت بأن تسلم وهي المسؤولة عن طريق مستخدميها وموظفيها تلك الوثيقة التي تعين أن توقعها المعني بالأمر. لكن اللائحة التي تم نشرها هي لائحة واسعة، ليس فيها تضييق، كل واحد يمكن أن يقول عندما يكون ضروري لعمله لطبيبه لتزويده بما يحتاجه من معاش يومي. فقط الحز عندما ليس لك ما تفعل في الشارع، لماذا توجد في الشارع؟ ادخل إلى منزلك. لكن عندما تكون هناك ضرورة للخروج لا أحد يمنعك إذا كان هناك سبب ومبرر لخروجك من منزلك، لأن في خروجك أنت تخاطر، ليس بالغير، أنت ستخاطر بأبنائك عندما تعود لهم وستخاطر بأنت بنفسك. لهذا الخروج يجب أن يكون استثنائيا إلا في الحالات الضرورية القصوى التي تلزمك على ذلك، أما غيرها فمن الأفضل أن نساعد أنفسنا ونساعد الجميع وأن نبقى في منازلنا إلى أن تمر هذه الوباء. شكرا لكم.
شكرا لكم الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وعموما التزم المواطنون بالإجراءات الجديدة المرافقة لحالة الطوارئ الصحية وتقييد حركيتهم في سياق الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. الصور الأولى الواردة من مناطق مختلفة من مدن ومداشر المملكة تظهر امتثال السكان بشكل مكثف للقرارات المتخذة، وهو ما يعكس وعي الجميع بخطورة هذه المرحلة. تقرير في الموضوع ليونس بركات. شارع الجولان بمنطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء آخر الترتيبات الأمنية قبيل الدخول في حالة الطوارئ الصحية انطلاقا من الساعة 6 مساء من يوم الجمعة. ربما لم يسبق للبيضاويين وللمغاربة عموما أن عاشوا ظروفا مماثلة كأن يشاهدوا معدات عسكرية في الشوارع. قبل الساعة 6 مساء جابت هذه الوحدة الأسواق الشعبية في حي سباتة في محاولة لتطبيق سلس لحظر التجول. إذا عاد جرى عندكم شي هضر عليه لا الله يرضي عليه. استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن دقت الساعة 6 مساء. رسميا المملكة المغربية تدخل حالة الطوارئ الصحية. هكذا بدت أزقة سباتة في الدار البيضاء. لازم الكل منازلهم في فترة تزامنت لحسن الحظ مع زخة مطرية ساهمت بدورها في تطبيق حظر التجول. لم تنتهي مهمة السلطات الأمنية عند هذا الحد، بل استلزم الأمر مواصلة الترتيبات الخاصة بتسليم شهادة تنقل استثنائية للمواطنين. فحالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، وإنما هي تدابير استثنائية تستوجب تقييد تحرك المواطنين بمقتضى وثيقة رسمية. هم الحمد لله جو عطاونا الدواء وثائق هذا زعما باش الا بغيتي تقضي شي غادي شي حاجه كيعطيوهم الدواء وثائق زعما باش يعرفوك بلي خارج تقضي غراضك ماشي خارج غتسميش، لان الا خرجنا وبقينا نسلموا على بعضياتنا ونتقداو كلشي خارج ويخرج كلشي للاسواق وكلشي هذا المرض تيبدا يتنتشر، هذه الفرصه ديالو فاش ينتشر. اعلان حاله الطوارئ الصحيه ياتي اذا انسجاما مع ظرفيه استثنائيه تشهد فيها حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد ارتفاعا تدريجيا، على أن يتم تطويقه واحتواؤه فقط بانخراط المغاربة في هذه العملية من خلال ملازمة البيت والنظافة واتباع التعليمات الطبية. وعلى غرار باقي المدن المغربية استجابت ساكنة مدينة طنجة بشكل عام لنداء السلطات المغربية بالالتزام التام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وهكذا بدأت شوارع المدينة خالية إلا من بعض الحالات الخاصة. روبورتاج عمر شملالي وإدريس بوسرحان. هكذا بدت مدينة طنجة غداة تطبيق حالة الطوارئ الصحية. شوارع المدينة فارغة من الراجلين إلا من سمح لهم بمغادرة منازلهم في حالات حددها قرار حالة الطوارئ الصحية. المدينة القديمة كورنيش المدينة وسط المدينة كلها فضاءات قلت فيها حركة المواطنين إلى حد أدنى على غير عادتها. هذا الأمر يؤشر حسب شريحة واسعة من المواطنين على التجاوب الإيجابي مع قرار السلطات الهادف إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا، تجاوب ينظر إليه على أنه إحساس من المواطنين بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. هذا التفاعل يشكل انخراطا إيجابيا من جميع أفراد المجتمع في جهود التصدي لهذه الجائحة وامتثالا للتعليمات الصحية التي تبنتها السلطات.
وقد شرعت السلطات في مطالبة المارة بالإدلاء بوثيقة التنقل الاستثنائية مع دعوتهم إلى التقيد بالتعليمات المتخذة والتنبيه إلى عواقب عدم الامتثال للقرار الذي يهم سلامة المواطنين. وتطالب فئات من المجتمع بتشديد الاشتراطات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وزجر مخالفي ترتيبات هذا القرار. اختيار المواطنين المكوث في منازلهم بشكل طوعي اختيار للعزلة الطبية جسدته الاستجابة الواسعة من مختلف التجمعات السكانية، اختيار ترى فيه فئة كبيرة من المجتمع توفيرا للحماية بشكل أفضل. يتساءل العديد من المواطنين عن التوجيهات الصحية التي ترافق إقرار هذه الفترة من الطوارئ الصحية، عن هذه النصائح التي ينبغي الالتزام بها أيضا. ينضم إلينا الدكتور مراد البقالي، الطبيب الأخصائي في الجراحة العامة، عضو المكتب النقابي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. دكتور البقالي، أهلا بكم. مرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا. شنو هي النصائح التي ينبغي للمواطنين اليوم أن يلتزموا بها خلال هذه الفترة، فترة الطوارئ الصحية التي يفترض أن يكون الجميع فيها في بيوته؟ أولا أشكركم على الاستضافة، وقبل أن أتطرق إلى النصائح أود أن أطمئن الساكنة ديال طنجة ولا ديال المغرب. احنا في طنجة على الأقل أنا شاهد على أنه جميع الاحتياطات أخذت من طرف المسؤولين. هناك لجنة يقظة وهناك خلية يترأسها السيد والي صاحب الجلالة، واللي هي مستعدة تماما لكامل الاستعداد، حيث سيفتح في الساعة القليلة القادمة مستشفى محمد السادس، ليكون هو المستشفى الذي يكون ريفيرون يعني أي حدث لحالة كورونا، أنه هذا المستشفى أخلي من المرضى اللي كانوا فيه، والآن في هذه الساعات الليلية المتأخرة هو الآن يجهز بأحدث التجهيزات للإنعاش التنفسي. تنشكر السلطات اللي تهبت وتنقلوا بأنه تنكدوا أن القطاع الحر هو مساهم في هذه العملية. دكتور بقالي، ما هي النصائح التي توجهونها للمواطن خلال هذه الفترة؟ الاحتياطات هم على مستويين. مستوى الناس اللي ما كيخرجوش، الناس اللي هما في المنازل، يعني هاد الناس هادو تنشكروهم اولا على انهم دخلوا للبيوت ديالهم، وتنصحوهم انهم يكثروا من غسل اليدين وغسل الاسطح بالماء وجافيل اللي موجودين، واحد الكاس ديال الجافيل مع خمسة ديال الكيسان ديال الماء كيتخلطوا وكنغسلوا بهم الأسطح ويغسلوا يدهم مرات متعددة. ونصحهم كذلك بشوية ديال التمارين الرياضية في البيت، لأن الآن كاين يمكن الناس كياكلوا شيئا ما وما كيخرجوش، يحاولوا يديروا يديروا شويه ديال التمارين الرياضيه في المنزل، ويحاولوا يشغلوا نفسهم بشي حاجه اللي تفيدهم. ثانيا، المستوى الثاني هما الناس اللي كيخرجوا. الناس اللي كيخرجوا هما اللي اعطتهم السلطه الان سمحت لهم باش يخرجوا، خاصهم الله يجازيهم بخير يخرجوا غير الحاجه اللي هي اكيده ومهمه، يعني كتغذيه، ويخرج غير واحد، وواحد هو اللي يخرج ويكون بالغ، ما يكونوش الاطفال، ما نصرفوش الاطفال عند البقال، لان الاطفال هما اللي يمكن لهم ينقلوا العدوى اكثر، لانهم هما يقدروا ما يمرضوش ولكن ينقلوا الفيروس، لان الان ثبتت بان حتى شي طفل ما مات في الصين، ويعني اطفال اصلا ممنوع بالقانون، يعني بالقانون لا يغادر الا الراشدون، واذا كان ضروريا ان يخرج الاطفال مرافقين باولياء امورهم لأغراض معينة ومحددة كالاستشفاء. نعم. إلى غير ذلك. نعم. وكذلك اللي يخرجوا أنهم القفازات والكمامات غير جادية، وأنها يخليوها ويتركوها لمهني الصحة اللي هما محتاجين لها أكثر، غير هما أنهم
يخليوا داك المسافه ديال الامان اللي هي متر ولا جوج متر بين الناس. وبهجان انا لاحظت فيسبوك الجمعيات اللي كتفرق الاكل على المشردين والصحافه تا هما الصحافه البارح تساهموا في توزيع المؤونه على المعوزين. الله يخليكم حتى هاد الناس هادو تا هما يلتزموا متر او مترين بيناتهم وترجال السلطة يلتزموا هاد مسافة متر أو مترين بيناتهم واللي كيسعل ولا كيعطس يدير الكمامة. طيب قبل الدخول إلى البيت بالنسبة لأولئك الذين يتحتم عليهم أن يخرجوا لدواعي الضرورة القصوى قبل الدخول إلى البيت، البروتوكول الحالي هو انه يدعون الاحذيه ديالهم في باب البيت برا على الدار ولا في مدخل الدار، ويكونوا ما يخلطوهاش مع ذاك، لان البزاق الاخرين يمكن له يتمشى عليه الانسان بالحذاء ديالو ويدخلوا معاه، بما ان الفيروس يمكن له يكون يبقى حتى 4-5-9 سوايع عايش يمكن له يدخلوا للدار، انه يغير الملابس الفوقانيه تاع هي مع الدخله للدار. وثانيا واحد الحاجه اخرى كنت باغي ما ننساهاش هي انه الله يجازيكم بخير عند البقال ولا عند الخضار، الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تقيسوا هذه وهذه 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 عاد تاخذوها، اللي قاس شي حاجه ياخذها. الخبز مثلا ماشي نقيسوا 10 وناخذوا جوج، وتنتمنوا ان البقاله يخبعوا الخبز ويعطيوه هما للناس، اللي بغى خبز يعطيه وحده واحد هو اللي ياخذها بالكاغيط ويعطيها له. وفي الخضر هذاك الله يجازيكم بخير ما يبقاوش الناس يقيسوا الخضر كامله، عادي يعزلوه كما كنقولوا. طيب شكرا جزيلا لكم الدكتور مراد البقالي، الطبيب الأخصائي في الجراحة العامة وعضو المكتب النقابي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. قام وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح بجولة ميدانية لكل من مركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء والشركة المغربية للخزن، زيارة هدفها الاستطلاع لمخزون الطاقة الكهربائية ومخزون غاز البيوتان الكفيلان بسد حاجيات السكان في ظل الأزمة الصحية الحالية. المزيد في هذا الروبورتاج لإيمان مجيب ويونس الصغيري. في إطار الخطة الوطنية المتبعة لمقاومة انتشار فيروس كورونا بالمغرب، زيارة ميدانية قام بها وزير الطاقة والمعادن شملت جولة بمركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء للاستطلاع على التدابير المتخذة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والتصدي للآثار السلبية للحالة الوبائية على النسيج الاقتصادي الوطني. هذه الزيارة الهدف منها هو باش يطلعوا الإخوان ديالنا ومن خلالكم الرأي العام والمواطنين على واحد من أهم المحطات ديال التحكم في الشبكة الكهربائية، يمكن نقول هذا هو المخ ديال التحكم في الشبكة الكهربائية، واللي عندنا يعني نسخة منه موجودة، الباك اب، ما يسمى بالباك اب موجودة، بالإضافة على أنه على مستوى كل جهة ديال الاستهلاك أنه كاين هناك أيضا سيرفر أو مخ اللي كيتحكم يعني في الشبكة ديال التوزيع. نبغي نقول للمواطنين الحمد لله الفائض اللي حققناه، الشركات اللي موجودة، الاستثمارات الكبيرة، نظام ديال الصيانة، نظام ديال التحكم، نظام ديال العقود اللي عند المكتب الوطني كيخلينا نكون مطمئنين على الشبكة الكهربائية. في هذا الإطار تم إنشاء خلية مكونة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركاء الاستراتيجيين للمكتب لمتابعة هذه الآفة ومتابعة الإشكاليات اللي ممكن أنها تطرح في إطار تزويد المغرب بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب. كما تم الاتفاق كذلك على وضع يعني مجموعات عمل في عند كل الشركاء الاستراتيجيين للمكتب للمراقبة الميدانية للإشكاليات اللي هي ممكن أنها تطرح على في 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 ميدان الكهرباء أو في الماء الصالح للشرب. اليوم الحمد لله المغرب عنده واحد هامش الاحتياط اللي هو عالي جدا، فعندنا ما يناهز تقريبا 35% كاحتياط للقدرة المنشأة الكهربائية لتزويد البلاد بالكهرباء، وهذه قدرة ممتازة جدا لأنها كتعطينا واحد الهامش اللي هو عالي جدا.
من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان، قامت الشركة المغربية للخزن من جهتها بالتفعيل الفوري لخطة استمرارية للأعمال، وتؤكد اليوم أن المغرب يتوفر على مخزون كاف لتلبية الاحتياجات الوطنية من البوتان، رغم الطلب القوي والاستثنائي لهذه المادة الحيوية في الأيام الأخيرة. بغي نطمئن الرأي العام على أنه النظام ديال التخزين بالنسبة للطاقات بصفة عامة في البلاد ديالنا أنه نظام متقدم جدا، استثمارات بملايير ديال الدراهم، واليوم استثمارات تقريبا ديال 3 ملايير ديال الدراهم باش نزيدوا في القدرة ديال التخزين، باش نضمنوا أن الطاقة اللي كنحتاجوها، المحروقات اللي كنحتاجوها، الغاز اللي كنحتاجوه أنه يكون عندنا، ماشي فقط اللي كنستهلكوا يكون عندنا واحد الفائض ديال الكمية الغاز اللي عندنا كتمثل ما يفوت على 30 يوم من الحاجيات ديال البلاد. عاد باقي واحد البرنامج ديال البواخر الغاز اللي هما جايين من جميع انحاء العالم. كنطلبوا من الاخوان المواطنين ما يتراموش على البوطه، راه الغاز موجود، وكما قلت المخزون اللي عندنا اليوم غادي يفوت شهر ديال الحاجيات ديال البلاد. المشكل اللي الاخوان اللي كيخزنوا اكثر من الكميه اللي كيحتاجوا ديال الغاز كيسببوا في واحد النقص على الصعيد ديال السوق. اذا اللي مطلوب منا اليوم هو واحد الروح ديال الوطنيه وديال التفاهم، وكل مغربي خاصو يدير حساب المغاربة الاخرين. لتدابير اعتمدها كل من مركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء والشركة المغربية للخزن وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، تدابير شملت إضافة إلى ضمان هذه المواد الحيوية جملة من الإجراءات الوقائية لفائدة الموارد البشرية. بالحديث عن فترة الطوارئ الصحية التي نعيشها، هذه الفترة لها جوانبها المرتبطة بأبعاد نفسية للآباء، للأطفال، للأسر عموما، للأفراد أيضا. كيف نعيش هذه الفترة، فترة الطوارئ الصحية، نعيشها بشكل إيجابي؟ من أجل ذلك نستضيف الدكتورة أمال شباش الأخصائية النفسانية. أهلا بك دكتورة أمال شباش. نعم، السلام عليكم مرحباً. وشكرا على الاستضافه. اهلا بك، وخا على بعيد. مرحبا، الظرفيه تحتم ذلك دكتوره. نعم، يعني احنا كمواطن ومواطنه احنا الدور ديالنا يعني باش نبقاو في الديور ديالنا، باش نعاونوا يعني السلطات المسؤولين باش نتجاوزوا هذا الامتحان اللي العالم كله كيواجهه. نعم، من اجل ذلك نريد ان نسالك كيف يمكن ان نعيش فتره العزله الصحيه، فترة الطوارئ الصحية، البقاء في البيت طول هذه المدة، عدم الخروج، كيف يمكن أن نعيش كل ذلك بشكل إيجابي؟ نعم، هو هي واحد القضيه اللي ماشي سهله. علاش؟ حيت اولا احنا كانسان يعني احنا دائما في الحياه ديالنا يعني دائما عندنا واحد النوع ديال الروتين اللي كوناه حياتنا كلها. يعني احنا مولفين نوض الصباح، يمكن نمشيو للخدمه ديالنا، نمشيو نشوفوا الاصدقاء ديالنا. يعني احنا يعاود المجتمع ديالنا احنا اجتماعي، كنبغيو نشوفوا الاصدقاء. يعني هي واحد المسؤوليه، واحد المسؤوليه كبيره على نفسنا باش ناخذ قرار باش أقلموا على واحد النوع، واحد السلوك جديد باش نجلسوا في المكان ديالنا، في المنزل ديالنا. وهذا تحدي، هذه مسؤولية، هذا قرار، ولكن ماشي سهل. يعني خصو يكون إيجابي عليها. يعني لكن نعطي بعض النصائح. يا أولا نكون واعيين بأن راه لابد ما غيكونوا يمكن الشجارات غتزاد بالأزواج، يمكن بالأباء والأمهات ووالداتهم، يمكن غنحسوا بالخوف اللي هو إحساس عادي، ولكن ما نخليوش الخوف يتحكم فينا. خصنا حنا نتحكموا فيه. حاجة أخرى، يعني نتفاداو ديك الفيديوهات اللي تزيد تخلي الخوف ديالنا يكبر. خاصنا بالعكس نعمروا وقتنا بحوايج ايجابيه، بحال دابا مثال، بحال دابا نقراو الكتب، نحفظوا مثال القران. يعني شي حوايج اللي ما كناش نقدروا نديروه قبل نديروه دابا. طيب، بحال دابا لناخذ هذه العناصر كلها وناخذ عنصر عنصر. بالنسبه لاولئك الذين اعتادوا الخروج في وتيره حياه يوميه منتظمه، كيف يمكن التخفيف من وطأة البقاء داخل البيت؟ سردت عدد من النصائح. كيف يمكن أن يضعوا لأنفسهم برنامج داخل البيت؟
يعني هنا كل حالة يعني كل حالة فريدة من نوعها. يعني الإنسان خاصو أولا يتحكم في الخوف ديالو، يتحكم في القلق ديالو، حيت أي حاجة جديدة ما كتخليش المخ ديالنا يفكر، كيخلينا بحال قلتي الذهن ديالنا كيولي كيفكر في حاجة واحدة غير يعني يدير شي حوايج اللي ماشي هي. يقدر كاع يعني بعض الناس يقدروا يدخلوا في بعض السلوكات ديال الإدمان، ديال عدة يعني عدة يعني حوايج بزاف يعني الإدمان. يعني خصنا نعرفوا كيفاش نحضروا الذهن ديالنا نوعاو ونعمروا وقتنا بحوايج إيجابية. بحال دابا أنا غنخدم بالتيلي ترافاي، غنحط لورديناتور ولا غنعمر وقتي بحال قلت لك بقراءة، ولا غنتقيد في شي هذا السيت اللي غنقرا فيه الكتب، ولا غنقدر نحفظ ولا نتعلم شي حاجة اللي ما كانش عندي الوقت قبل باش نديرها، نعطي وقت لوليداتي للزوج ديالي للزوجة. يعني كاين شي حوايج دابا المخ ديالنا محتاج يتأقلم بواحد يعني واحد الوقت اللي هي جديدة، اللي هي واحد التحدي، ونديروا يدنا في يد باش نفوتوا هاد الموجة. ولكن ما نستسلموش ونقولوا لا لا أنا غنخرج، لا لا ما عندي والو، لا خصنا نصنتوا السلطات، نصنتوا الأخصائيين باش نقدروا نتغلبوا على هاد الوباء. طيب بالنسبة للأطفال الذين قد يصيبهم أحيانا، على الأقل لنقول تلاميذ يدرسون عن بعد، لكن أحيانا الأطفال يصيبهم الملل إذا لم يجدوا ما يكفي من الأنشطة داخل البيت، كيف يمكن أن نجعل هذه الفترة ممتعة مفيدة للطفل داخل البيت؟ يعني راه كل حاجه كتوقع لينا راه فيها شي حاجه نقدروا نقولوا بين قوسين ايجابيه. هنا نتعلموا بحال ما نتقربوا من وليداتنا، نتعلموا ديك الالعاب القديمه بحال دابا نديروا البوزل، نتعلموا معاهم شي ندوز الوقت مع وليداتي، ماشي نعطيه الانترنت ولا لورديناتور ولا نعطيه شي لعب ولا شي حاجه، غنزيد نعلمو شي حوايج اللي ماشي هي ايجابيه ليلو. دونك خصني انا كأب ولا أنا كأم ندوز الوقت مع ولدي ولا مع بنتي، نتكلموا نديروا شي حوايج جميع، ندخل ولادي معايا للكوزينة حتى الزوج ديالي، نطيبوا جميع. يعني خصنا نخلقوا حنا كعائلة وكعائلات في كل بيت واحد الجو ديال 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 الراحة وديال الأمان، ونتعاونوا دكتورة يعني مع بعضياتنا. نعم البعض ينظر إلى وجود الأطفال داخل البيت في ظل تعليق الدراسة كعبء، حتى أن المزحة تقول الآن بأن الآباء قد يتوصلون إلى لقاح لفيروس كورونا قبل العلماء من كثرة لنقول شوقهم إلى عودة الدراسة وعودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية. ما أهمية تغيير هذه النظرة لوجود الطفل في البيت؟ اش غنقول لك، حنا شحال هادي فاش كان الانسان كيضيق ولا ما كيعجبوش الحال ولا كيتخاتم ولا باغي السكات كيخرج من المنزل. دابا خصنا نجلسوا في المنزل، دونك هنا كنتاقلموا كنزيدوا نقربوا مع من وليداتنا. هذاك ولدنا، هذاك بنتنا، لا كنتعصب تقلق، خصني انا نلعب الدور ديالي كاب ولا كام. دونك هنا كاين واحد التاقلم جديد، واحد القوه، واحد الشخصيه اللي حنا كنبنيوها، واحد العلاقه اقوى ويعني احسن مع 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 وليداتنا. نعطيك يعني وكاين دابا انا كنشوف يعني اخصائيين، كاين بزاف الاطباء يعني ومنهم انا اللي كنقترحوا بعض يعني الاكومبانيمون، يعني مع الناس اللي محتاجين النصائح ولا محتاجين يتكلموا، باسكو هنا عاود الكلام محتاجين ياخذوا اراء من عند الاخصائيين، كيحسوا براسهم بالوحدانيه، بانهم تلفوا، بان الراس عامر، بان ما عندهمش حل. حتى ديك الخوف ما كيخليهمش يصبروا ولا يتواصلوا ولا يضحكوا. دونك انا كنوصي عافاكو اولا وقبل كل شيء كمواطن ولا مواطنه، حنا خصنا لابد نحافظوا على بلادنا، نديروا يد في يد يعني على بعد، حنا على بعد وحنايا حنا متصلين، ولكن خصنا نلقاو الايجابيه في هذا
في هذا الوقت اللي حنا كندوزوه مع وليداتنا، راه يمكن ما غيتعاودش وما غيتعاودش ان شاء الله ماشي في هاد الحاله، ولكن ندوزوا وقتها مع ولادنا مع زوجينا مع الزوجه، نخلقوا حوايج جداد. هنا خصنا نخدموا المخ ديالنا الذهن ديالنا، ما نبقاوش غير نديروا نقلوا على الاخرين ولا نديروا شي سلوكات اللي هي سلبيه اللي غتزيد تكبر الخوف ديالنا وتدخلنا فوسويس. نعم، اشرتم الى اننا ازاء وضع جديد. لا شك ان الكثير منا او الكثير من المخاوف والهواجس ايضا تاتي من ان لا احد منا تقريبا عاش حاله وبائيه في المغرب. هذا يبعث على القلق، يبعث على لنقول الهلع، الهواجس التي يسقط فيها الكثيرون اليوم. هناك مخاوف، هناك قلق، كيف يمكن ان نقلل من هذا القلق لاننا لا نسمع الا الاخبار السلبيه في الواقع؟ نعم، يعني هنا 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 غنشرح على واحد القضيه ديال كنسميوه لو سيرفو اركايك، يعني الذهن ديالنا اللي عندنا، يعني القديم اللي هو نعم لو سيرفو اركايك، عنده ثلاثه ديال الادوار اللي هو الدور ديال يحافظ على يعني على لا سيرفي، يعني على الحياه ديالنا. الدور الثاني هو الاكل، يعني ناكلو. والدور الثالث هي الانجاب. دونك هذاك لو سيرفو اركايك دابا راه فايق. علاش؟ حيت الانسان دابا الانسانيه ككل في العالم كله كيحسوا بانهم في خطر بين قوسين، يعني مازال ما لقاوش، يعني كيشوف كيسمعوا الاخبار تصنتوا الحوايج اللي هي كتزيد ديك الهلع اللي قلتي قبيله. دونك خصنا هذاك الخوف، هذاك لو سيرفو ديالنا ما نخليوهش يتغلب علينا، حيت لا تغلب علينا. عطيت واحد المثال ديك النهار لواحد السيد اللي قلت له لا تغلب علينا هذاك لو سيرفو اركايك، غنوليو بحالنا بحال التماسيح، يعني بحالنا بحال يعني يعني الناس ما كيتحكمش في الغضب ديالو، ما كيتحكمش في القلق ديالو، يعني كنحسوا براسنا باننا صافي، ما يعني ما كنديروا شي سلوكات اللي ماشي محموده. تفضل تفضل باختصار دكتوره، تفضل باختصار. يعني هنا خصنا نخدموا يعني الاختيار، الوعي، نفيقوا نعمروا المخ ديالنا الذهن ديالنا بحوايج ايجابيه، بحال اللي قلت قبيله نقراو، نحفظوا القران، نصليو، نذكروا، نتكلموا بالتليفون مع الناس اللي عزاز علينا، نشوفوا يعني بعض المرات بعض الافلام علاش لا، ولكن اللي كتضحك نضحك مع وليداتي مع خوتي، مع نتواصل. يعني كاينين دابا كاينين بعض الناس اللي داروا كاع دي جروب ديال سكايب بحال هكذا، كيتكلموا مع بعضياتهم على بعد، كيبقاو يضحكوا، كيبقاو يديروا بحال دابا دي جروب دو ريفليكسيون، كيفكروا في حوايج. علاش؟ حيت دابا هذا الوقت مهم، ولكن خصنا نفكروا حتى من بعد. يعني هاد ان شاء الله هذا الشيء. لا اريد ان اختم دكتوره، لا اريد ان اختم هذه مداخلتك قبل ان اسالك، هل صحيح ان الذين يتعرضون للكثير من التوتر والقلق تضعف مناعتهم أو يمكن أن تتغلب عليهم أي هجمة فيروسية؟ هل صحيح هذا الكلام؟ ستريس. نعم، القلق الخطر ديال القلق، يعني هذا سؤال مهم وكنشكرك عليه. علاه خصنا نتحكموا في القلق ديالنا؟ القلق كيهبط ليمونيتي، يعني هذاك الخلايا المناعة المناعه كيهبطها كينقصها. دونك فاش كتنقص المناعه، يعني اي ميكروب اي فيروس كيقدر يتحكم فينا. دونك عليها خصنا نتحكموا في القلق ديالنا. يعني نسيت ما نقول واحد الحاجه، لان الانسان فاش كيجلس في الدار راه ما كيبقاش كيتحرك، كيبقى ياكل، يقدر يزيد في الوزن، يقدر يبقى غير كينعس في الفراش. راه خصنا نعسوا يعني بالوقت الكافي، خصنا نديروا بعض الرياضه بعض في البيت، يعني بعض الحركات غير يعني شي حوايج اللي خصنا نحاميو على الستريس القلق على ونطلعوا هذا ليمونيتي، يعني المناعه ديالنا، باش نتفاداو هذا المشكل وان شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير. شكرا جزيلا لكم الدكتوره امال شباش الاخصائيه النفسانيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. في الجزائر أعلنت لجنة متابعة ورصد وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى 15 حالة، وحسب اللجنة فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 139 حالة
فيما تم تسجيل 22 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى وجود 34 حالة مشتبه بإصابتها موجودة بمستشفيات البلاد. وأوضحت اللجنة أن متوسط أعمار حالات الوفيات بلغ 64 سنة، وكلهم يعانون من أمراض مزمنة. في الأردن دخل حظر التجول حيز التنفيذ في كل مدن البلاد في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ويترافق حظر التجول مع إغلاق جميع المحلات التجارية في انتظار أن يتم الكشف يوم الاثنين المقبل عن أوقات محددة يسمح فيها للسكان بالخروج للتبضع واقتناء حاجياتهم الأساسية. وقد شهدت الأسواق والمحلات التجارية مساء أمس ازدحاما شديدا غير مسبوق في الأردن، حيث اصطف الناس في طوابير طويلة لشراء حاجياتهم الغذائية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556 حالة بهذا البلد الذي يعد من بين الدول الأكثر تأثرا بالوباء. وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تأكيد 966 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات في إيران إلى 20610 حالات. در اثر ابتلاء به بیماری کووید 19 از دست دادند. سجلت ايطاليا ارتفاعا قياسيا جديدا هو الاعلى في عدد ضحايا وباء كورونا في العالم، اذ احصت 793 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء الى 4825 حالة وفاة. وقال رئيس هيئة الوقاية المدنية الايطالية أنجيلو بوريلي خلال مؤتمر صحفي في روما إن مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 53578 مصابا. أكدت الصين اليوم عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي. والتفاصيل في تقرير شيماء بوعلام. لليوم الثالث على التوالي يواصل فيروس كورونا تقهقره بالصين، البلد الذي ظهر فيها لأول مرة، إذ أكدت البلاد عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بالفيروس. أنباء تغيد الأمل لباقي بلدان العالم في وقت تتخذ دول أخرى إجراءات حجر صحي على غرار النهج الذي اعتمدته الصين لمكافحة الوباء. لجنة الصحة الوطنية أوضحت في حصيلتها اليومية أنها تلقت تقارير عن أكثر من 40 حالة مؤكدة جديدة وافدة من خارج الصين، ليصل مجموع هذه الحالات إلى أكثر من 260 حالة، ويهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدم الذي حققته البلاد في مكافحة الوباء. الصين بدأت تتغافى، إلا أنها حاليا تخشى من قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع عدة مدن من بينها شنغهاي إلى فرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج. الحياة بالصين بدأت تستعيد نفسها شيئا فشيئا، إلا أن البلاد ما زالت تتمسك بتدابير الوقاية والرقابة الصارمة. فبالرغم من رفع إجراءات الحظر والحجر بالتدريج، إلا أن مستويات التأهب للمواجهة ما زالت على أشدها. المثال يتجسد بإقليم هوبي الذي كان بؤرة لتفشي وباء كورونا، فقد أصبح بإمكان السكان المحليين الخروج من البيوت والاستمتاع بالتجول في محيط مجمعاتهم السكنية فقط. لكن من جهة أخرى فالحرية تبقى في مستويات محدودة ولصيقة بإجراءات وتدابير وقائية. تواصل الصين تغافيها من وباء كورونا، وتحاول جاهدة التخلص من الندوب التي تركها على سكانها، فيما تواصل بلدان أخرى الحرب مع الفيروس لعلها تجبره على الاستسلام الذي أوشك عليه في الصين. وقبل الختام نذكركم مشاهدينا الكرام بأرقام الربط التي تمكن من الحصول على كل المعلومات والإرشادات الضرورية حول ألو يقظة وألو ساميو، وهي الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة.
كما تم إطلاق البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب كوفيد ماروك بوان ام، وهي بوابة ستوفر لجميع المواطنين المعلومات الخاصة بتتبع الوباء. فأيدينا الكرام، دائما للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني medianTV.com. إلى اللقاء.